بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا الأسبوع الفات أخذنا موضوع عن التجسد، هضيف له عنصر واحد بس، لماذا التجسد؟ أعتقد أنتوا قلتوه بس مرورا، لماذا التجسد؟ عشان يبقى عندنا جسد لله على نخدر في الطعام، نتناول منه فنأخذ الحياة. هو ده سر الإفخارستي اللي في موضوع النهاردة، إن الله يبقى عنده جسد موجود كل يوم على المذبح، نقدر ناخد منه فننال الحياة. بس عايز أخذ القصة من أولها. سر التناول احنا مسميينه في الكنيسة سر الإفخارستيا. كلمة إفخارستيا لما بنترجمها بالعربي بتبقى الشكر، لكن اللفظ في اللغة اليونانية اللي هي إفخارستيا وفي اللغة القبطية اللي هو شبه موت ليهم معنى يشرح يعني ايه الشكر. في اليوناني إيف اللي هي اول مقطع يعني حسن كويس، خريس يعني نعمة، فإيف خريس معناها نعمة حسنة كويس. ده معنى الشكر، ان انا بقول له يا رب نعمتك طيبة جيدة. في القبطي نطقوها شيب اهموت، شيب يعني يقبل، اهموت يعني نعمة، فشيب اهموت معناها قبول النعمة، وده معنى الشكر. بقول له يا رب نعمتك مقبولة. عشان كده تلاحظوا ان احنا الأقباط في اللغة الدارجة لما حد بيعمل لي خدمة اقول له مقبولة منك، هذه كلمة مقبول منك معناها شكرا. فاحنا في سر الإفخارستيا بنقول لربنا هذا التعبير، نحن نقبل نعمتك بالشكر ونعترف ان هذه النعمة جيدة إيف خريس. ولذلك هتلاحظوا ابونا في بداية القداس بيقول لنا باليوناني إفخارستي سومان تو كيريو، إفخارستي سومان يعني فلنشكر، بنترجمها يعني فلنشكر الرب، لكن المعنى الحرفي يلا بينا نقول للرب نعمتك كويسة. ادي فعل الشكر. ونقدر نلخص العلاقة بين الله والإنسان في فعلين اتنين بس، الله يعطي والإنسان يشكر. الله يعطي دي موجودة منذ البداية، والإنسان يشكر دي مش دايما، مش ده اللي حصل. من جهة الله لا يكف عن العطاء، من جهة الإنسان لا يكف عن الجحود. كلمة الجحود عكس الشكر، أو كمان كلمة التذمر عكس الشكر. الجحود إن بابا في البيت يجيب لي حاجة هدية وهو راجع من الشغل فرحان جدا إنه جايب لي حاجة هيفرح بيها قلبي، تيشيرت محترم كده دفع فيه مبلغ ضخم، وأول ما يدخل حط ورا ظهره ويقول لي مفاجأة، ايه بابا في مفاجأة ايه؟ يروح مطلعهولك فتبص فيه وتقول له ايه يا رب؟ ايه ده بابا؟ انت بتسترخص وتريني في وش، مش لاقي غير ده اللي تجيبهولي؟ سد نفسه بقى. ده اسمه الجحود والتذمر. لكن العكس بقى لما يكون ولد مهذب زيكم وبنت مؤدبة زيكم، أول ما تشوف الحاجة الله
يقولوا من ضمن الاتيكيت ان الواحد لما حد يقدم له هدية يفتحها في حضوره ويعلن انبهاره بيها. ده من الاتيكيت، حتى لو كانت حاجة بسيطة. الله جميلة قوي، انت مين قالك ان انا كنت عايز الحاجة دي؟ ده انا كنت بفكر فيها. تلاقي اللي بيديني انشكح. عارفين فعلا انشكح ده؟ يعني قلبه انشرح ويبقى مبسوط قوي ان هو فرحني. وبعدين يفرح اكتر لما يلاقيني بستخدم الهدية بتاعته، صح كده؟ يعني هو على طول رحت لابس التيشيرت نزلت بيه يقعد متهلل، بعدين يرجع تاني يوم يلاقيك تقول لها ماما لو سمحت اغسليه عشان عايز البسه تاني لانه جميل قوي. يبقى هو قاعد المفروض مبسوط انك انت فرحان بالهديه. لكن لو لقاك اول ما خدته رميته او قلت له شكرا يا بابا شكرا وحطيته كده على جنب ونزلت، ويجي تاني يوم اللي في مكانه وتالت يوم اللي في مكانه يقول لك هو انت مش عاجبك التيشيرت ولا ايه؟ لا يا بابا شكرا كويس حلو يعني حلو على قدك يعني هطلبك بحاجات اكتر من امكانياتك شكرا يا بابا يا على السخافه يعني. اهو الانسان بيعمل كده مع ربنا. منذ البدايه الله خلق لنا الطبيعه الجميله واعطانا النسمه والحياه واعطانا نبات ناكل منه وحيوان يخدمنا، وكان كل المطلوب ان الانسان يتمتع بالنعمه اللي ربنا مديها له ويبص ربنا يقول له شكرا. وركزوا معايا في ان الانسان لما ربنا خلقه مكتفي بكل شيء. يعني احنا الدوره الدمويه شغاله من غير ما حد يظبطها لنا، اظن كده يعني، وعمليات الكيميائيه اللي حاصله في جسمنا بتحصل من غير ما حد يظبطها لوحده. الهواء بيدخل فينا اوتوماتيك، محدش فينا بيعرق ويتعب علشان يجيب هواء او عشان يدخله جوه الجسم. الشمس بتشرق لوحديها، الارض بتنبت، الحيوان بيخدمنا، الا حاجه واحده كان مطلوب ان الانسان يسعى لياخدها. عارفين ايه هي؟ الاكل. ليه طيب ربنا خلقنا محتاجين للاكل؟ عشان يعلن حبه. تقول لي بالعكس، ده لو خلقني مش محتاج حاجه خالص حتى الاكل مش محتاجه كان هيبقى بيحبني اكتر. اقول لك لا، ربنا خلق الانسان كائن جائع علشان كل شويه اروح له اقول له بابا يسوع انا جعان، يقول تعالى يا حبيبي في حضني ااكلك، ياكلني هو فرحان وانا فرحان. فاهمين الهدف ايه؟ ياكلني بايده فافرح وهو يفرح. تقول لي هو كان ممكن الانسان يتخلق مش محتاج اكل؟ اه طبعا. اقول لكم ازاي؟ مش اساسا الاكل ده احنا بناخده عشان يدينا طاقه انرجي كالوريز؟ طب ايه يعني؟ احنا عندنا في اجهزه شغاله بالطاقه الشمسيه. يعني الانسان يبقى ناصح قوي ويخلق طريقه تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حركة وبقى بديل للبنزين والبترول، وربنا ما كانش يقدر يعمل كده؟ مش ذات نفس النبات كلكم درستوا في خلايا خضراء اسمها الكلوروفيل وبتعمل التمثيل الضوئي وتمتص حرارة الشمس تحولها لطاقة تخلي النبات ينمو؟ عمركم سمعتوا عن نبات بيجري عشان يدور على الاكل؟
الحيوان يجري يدور على الاكل والانسان يجري عشان يدور على الاكل، لكن النبات واقف في مكان. فايه رايكم خيال بقى، لو ربنا خلق في جلد الانسان خلايا ضوئيه او خلايا خضره، ويبقى الواحد محتاج كل يوم يطلع فوق السطوح يقعد نص ساعه في الشمس اخر مزاج معه يمتص الطاقه، ويبقى مش محتاج لا ياكل ولا يشرب، ويبقى بقى لا احنا محتاجين مدارس ولا شغل ولا فلوس ولا اكل ولا عيشه اخر تمام. هي ديتها كام؟ نص ساعه في الشمس ثلاث مرات في اليوم بس. ويبقى الرجل الاخضر ليه يا رب خلقتنا محتاجين الاكل؟ شكرا. ممكن تخليها لجنب؟ شكرا. علشان ارجع له كل شويه اقول له انا جعان، يقول لي طب خد اهو من ايدي، وياكلني ببقي كده زي الام اللي قاعده مبسوطه قوي انها بتاكل ابنها. مش دايما بتشوف المنظر ده؟ بلاش الام، اي واحد فيك، اي واحد لو مسكنا طفل واكلناه ياه يحس الواحد انه يعني فتح عكه. احيانا تلاقي الام ماسكه زبادي في ايدها كده وعمال تجري ورا الولد عشان تاكله، يدخل تحت الترابيزه تدخل وراه، يطلع فوق الدولاب تطلع وراه، وتجيبه وتحط له، تبقى مبسوطه قوي انه اكل. وبعدين هو ممكن يقعد عشان مكار يهودها وياخد في بقه، وبعدين يجمعه في بقه واحنا فخها في وشها. تعرفين تعمل ايه؟ تروح تجيب له واحده تاني، هاكلك يعني هاكلك. واول ما تاكله تحس بانها عملت انجاز رائع جدا، تروح لجوزها تقول له اكلت الزبادي حاجه يعني ما حصلتش. هي فرحانه وهو ايه؟ مستفيد. وبكل تأكيد الأكل اللي جاي من إيد ماما أكل نظيف وصحي، ومش ممكن يكون متلوث، مش ممكن. فيش أم في الدنيا تأكل ابنها أكل يجيب له تسمم. عشان كده تقول له إيه؟ أوعى حد غريب يأكلك، أنا اللي أكلك بإيدي، أنت حبيبي. عرفت ليه ربنا قال لآدم ما تاكلش من الشجرة دي؟ لأنه عارف ان الشيطان هيجي يقول له تاكل. اصل العلاقه بين الله والانسان، الله يمد ايده ياخذ من خيرات الارض اللي هو خلقها ويبارك ويعطي الانسان لياكل، الانسان يشبع ويفرح ويشكر، وبعد شويتين يجوع تاني يروح يقول له انا جعان، فالله يمد ايده ياخذ من خير الارض ويبارك ويعطي الانسان ياكل فيشبع ويفرح ويسبح ويشكر. مين دخل في الخط بقى؟ الشيطان. استفرد بحواء على جنب وضحك عليها وخلاها تاكل من ايده، ايد الشيطان، وقال لها وبالمره ادي ادم بقى بمشورة الحية أو بمشورة العدو. فالإنسان أكل من خير ربنا بس بإيد الشيطان. عرفتوا إيه أصل التجربة وأصل الخطية؟ إن الحاجة اللي مفروض ربنا يدهاني أخدتها من إيد الشيطان. خلي بالكم من دي. واحد بيشتغل وياخد مرتب من ايد ربنا يبقى حاجة مقدسة، الفلوس اللي جيبك دي مقدسة لانك انت عرقت وربنا اكافئك اداك فلوس. لكن واحد بيسرق يبقى اخد من ايد الشيطان. واحد اخد بنت اتجوزها من قدام المذبح يبقى واخدها من ايد مين؟ ربنا، يبقى زواج مقدس. واحد تاني خطف بنت وراح اعتدى عليها او اتفق معاها يعملوا خطية ولا اتجوزها قدام ضابط البوليس من وراء اهلها ومن وراء اهله، يبقى مش من ايد ربنا، من ايد مين؟ عرفتوا الحاجة الواحدة ممكن تكون مقدسة وممكن تكون نجسة، المهم في الايد اللي بتقدم.
فتخيلوا ان في اسرة عندهم طفل محوطين حواليه بالرعاية وليهم اعداء نفسهم ينتقموا منهم. ايه الخطة بتاعت الانتقام؟ قالوا هنحط سم للواد يموت عشان نحرق قلب ابوه وامه. فالام اول كلمة تقولها للواد اوعى تاكل برا، ان شاء الله حتى جابوا لك حاجة جميلة جدا اوعى تاكلها، انا خايف عليك، اي حاجة محتاجها جميلة وحلوة قول لي وانا اجيبها لك. عرفت اصل الخطية؟ مش بس ان الانسان لم يأكل من يد الله، لكن كمان لانه اكل من يد عدو الله اللي اغاوي اذية الانسان، فموتا مات. مش قال له كده موتا تموت؟ طيب نتيجة ان الانسان اكل من يد الشيطان حصل ايه؟ واحد، التعري بعد ما كان مكسو بسوب البر. اثنين، الطرد من حضرة الله بعد ما كان متمتع بشركة الله. ثلاثة، التذمر بعد ما كان الشكر. عارفين التذمر ده بان ازاي؟ لما ربنا بيقول له آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأ. قال له من أعلمك إنك عريان؟ هل أنت أكلت من الشجر اللي أنا منعتك عنها؟ قال له المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت. كلمة المرأة التي جعلتها معي معناها أنا متضايق منك إنك جبت لي واحدة تخليني أكل، كأنه بيرمي الذنب على ربنا. المرأة اللي أنت اديتها أنا ذنبي إيه؟ ولما جه لحواء طب أنت عملت كده ليه؟ حواء قالت له الحية غرتني، إلقاء اللوم على الآخر معناها التذمر عكس الشكر. نتيجة كده ربنا قال لهم بص بقى يا آدم، ملعون الأرض بسببك. بعد ما كانت مباركة، ده ساعة ما ربنا خلق كل حاجة يقول لك وبارك الرب الحاجة دي، بقت ملعونة واللعنة عكس البركة. وقال له شوكة نحاسة كم تنبت لك الأرض، بعد ما كانت بتنبت له أكل جميل. وانطرد آدم من حضرة الله، بس انطرد وربنا في باله يعمل خطة يرجع آدم مرة تاني إلى عشرة الله ويأكل مرة أخرى من يد الله. شوفوا أنا بمهد للإفخارستيا من فين؟ من سفر التكوين. طب ربنا هيخليه يأكل إزاي من إيده؟ في العهد القديم ربنا إدانا إشارات إن ممكن الإنسان يأكل من يد الله. أكتر وأوضح إشارة كانت إيه؟ حد يقول لي اللي رفعت ايدها دي؟ اتفضل، برافو عليك. المن والسلوى اكتر واوضح اشارة. ناس عايشة في البرية اللي ما فيهاش لا نيل ولا مية ولا خير ولا زرع، هيعيشوا ازاي؟ ولو انهم عدوا لمدة اسبوع 10 ايام 40 يوم عشان يوصلوا لارض الموعد، كان ممكن الخير اللي واخدينه من مصر يكفيهم. لكن هم عاشوا في البرية قد ايه؟ 40 سنة. طب ليه يا رب انت قصد تعيشهم 40 سنة؟ قال علشان ياكلوا من ايدي. ودي اشارة مبكرة لسر الافخارستيا. بس انا عايز اقول لكم اشارة برضو. هل بني اسرائيل لما اكلوا المن في البرية شكروا ولا تذمروا؟ ها، تذمروا. ما هي الروح دخلت في الانسان وبقى عديم النعمة لدرجة النعمة قدام عينيه ومش شايفها. وقالوا لموسى كلمة وحشة قوي، قالوا له سئمت انفسنا هذا الطعام السخيف. بيقولوا على المن السماوي انه طعام ايه؟ سخيف. راح ربنا قال له طب خلاص يا موسى، هم زعلانين هجيب لهم السلوى، ده عبارة عن طيور
زي الحمام، وهيعود ياكلوا من السلوى لغايه لما اللحمه تطلع من انفهم، يعني الواحد يزهق من كتر اكل اللحم، ونزل لهم السلوى. لكن المهم ان الشعب كان دائما يتذمر. ربنا عايز يرجع العلاقه الجميله، اديك وتفرح مش اديك وتتذمر. فبعد التمهيدات اللي حصلت في العهد القديم، وهي كتيره في الحقيقه، اي حد فيكم ممكن يدرسها تحت عنوان رموز واشارات الافخارستيا في العهد القديم. هنط بسرعه على العهد الجديد ولما تجسد المسيح. بداية خطبة ربنا يسوع عمل حاجة مهمة جدا كلكم عارفينها، انه صام على الجبل كم يوم؟ 40 يوم و40 ليلة. ليه؟ هو نفسه قال عشان تعرف انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عارفين دي معناها يا شباب؟ معناها يا آدم كان أحسن ليك ما تاكلش خالص زي ما المسيح صايم، من إنك تاكل من إيد الشيطان. عشان كده بدأ بالصيام. ولاحظوا يا شباب إن إحنا لما بنيجي نتناول نبدأ بالصيام مثل المسيح. هو صام 40 يوم، إحنا بنصوم 9 ساعات عشان نتناول. واللي جاي واكل وبيتناول يبقى عمل زي آدم بغواية الشيطان. فاحنا بنبدأ مثل المسيح بالصيام. طيب بعد ما المسيح صام، يا ترى أكل بعد كده ولا عاش طول عمره صايم؟ أكل. طب بتاكل ليه رب يسوع؟ يقول لي أنا من جهة لاهوتي مش محتاج أكل، من جهة ناسوتي زي زيكم محتاج أكل. بس كمان كان ممكن جدا اللاهوت يسند الناسوت يخليه ما يجوعش زي ما سند 40 يوم. كان بدل ما يسند 40 يوم يسند 33 سنة، ويبقى راجل غريب جدا، واحد في البشرية ما أكلش خالص. فالمسيح يقول لا أنا مش عايز كده. أمال عايز إيه؟ قال عايز أشترك معاكم في الأكل عشان أباركه. النهارده اي اكل بناكله على السفره فيه بركه لسبب واحد بسيط، ان الله اكل منه قبل كده. تجسد الله خلاه يعيش حياتنا فيقدسها. مشي على الارض اللي كان زمان قال له ملعونه الارض بسببك. فكركم بعد ما المسيح يمشي عليها تبقى ملعونه؟ خلصت اللعنه، انها ارض مقدسه زي ما قال موسى. يبقى صام بعدين اكل. نمر التلاتة مش بس اكل، ما هو كان بياكل كل يوم زي اي انسان، لكن كمان اصر الرب يسوع ان ياكل مع الناس، يعني يعملوا له وليمه ويقعد وياكل معاهم. ودي اتذكرت في اكتر من موضع. لو تقعدوا كده تراجعوا ذهنكم، مثلا في بيت مريم ومارثا واخوهم لين لعازر، في بيت سمعان الابرص، في بيت سمعان الفريسي، في بيت متى لما عمل له وليمه اللي كان اسمه لاوي، واماكن اخرى كثير. يا رب يسوع، طب انت ليه قاصد تزور الناس وتاكل عندهم؟ يقول علشان ابارك الاكل. طب هنقف عند هذا الحد؟ قال لا استنى، في مفاجآت مستخبية لكم. ايه بعد كده؟ خلي بالكم، صام بعدين اكل، واكل مع الناس. نمرة 4، اكل الناس من ايده. ليه معجزة ايه؟ اشباع الجموع. عملها كم مرة المعجزة دي؟ مرتين. والمعجزة الوحيدة التي ذكرت في الأربعة أناجيل، يعني أحيانا يوحنا بالذات لما يلاقي الأناجيل ذكرت معجزة
ما يجيبش سلسلتها على اساس خلاص اتذكرت فيجيب غيرها. الا اشباع الجموع حتى القديس يوحنا ذكرها المعجزه الوحيده، بالرغم انها معجزه مش مهمه قوي. ما هي زي مثلا اقامه لعازر، يعني اللي قام بعد 4 ايام اهم ولا اشباع الجموع اهم؟ امسك معلمنا متى اقول له ما ذكرتش ليه معجزه لعازر، يقول سبتها ليوحنا يذكرها. طب يا مريم مرقس ما ذكرتش ليه معجزه لعازر؟ يقول يوحنا يذكرها. اجي ليوحنا اقول له ما قلتش ليه معجزه التجلي؟ يقول لي ما الاناجيل ذكرتها متى ومرقس ولوقا. طب شو معنى انتوا الاربعه اشتركتوا في معجزه اشباع الجموع؟ يقول اصلها مهمه جدا. ليه؟ لانها خطوه في سكه تصحيح العلاقه بين الله والانسان. معجزه اشباع الجموع دي معناها ايه؟ معناها الاكل من ايد المسيح ليه طعم تاني. الاكل من ايد المسيح يشبع، الاكل من ايد المسيح فيه بركه. 5 ارغفة وسمكتين يشبعوا 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال، ويزيد قد ايه؟ 12 قفه مملوءه. والمره الثانيه كان 7 ارغفة وقليل من صغار السمك، سمك بسارية، وشبعوا 7000 راجل ما عدا النساء والاطفال، 4000، ويزيد عنهم 7 سلال مملوء. ايه الحكايه يا رب؟ يقول عشان تعرفوا الفرق بين واحد بياكل من ايد الشيطان واحد ياكل من ايدي. رب يسوع من هنا ورايح مش هاكل غير من ايدك. يقول لي صبرك لاني لسه مخبي لكم حاجه اكتر. خلي بالكم احنا ماشيين في سلسله. اول حاجه صام عشان يعلمني انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. 2 اكل عشان يبارك الاكل. 3 اكل مع الناس عشان يبارك الناس. 4 اكل الناس بايده في معجزه اشباع الجموع عشان يعلمنا البركه. 5 بقى فاجئنا ليله الامه انه اخذ خبزا على يديه الطاهرتين ونظر الى السماء وبارك وشكر وكسر واعطى التلاميذ فاكلوا وقال لهم خذوا كلوا هذا هو ايه؟ جسدي. ونفس الحكايه مع الكاس، مزجها من خمر وماء وقال لهم اشربوا منها كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. المفاجاه بقى الاخيره اللي كان سيبها لنا هي ان ادينا جسده ودمه في شكل خبز وخمر. هنا رجعنا تاني اصل العلاقه مع الله، ان ربنا يمد ايده وياخذ من خير الارض ويبارك ويعطيني. لما اكل اشبع وافرح واسبح. اكل اشبع وافرح واسبح واشكر الله. عشان كده سميناه سر الشكر. ايام ادم كان ربنا بيبارك الاكل، النهارده مش بيبارك بس، ده بيحول الخبز الى جسده الخاص، والمزيج اللي في الكاس الى دمه الخاص. واللي ياكل ويشرب من هذا الجسد وهذا الدم يتحد بالله، مش بس يبقى فرحان انه اكل من ايد ربنا، ده يتحد بالله. فوصل بينا المسيح الى قمة العلاقة بين الله والانسان من خلال سر الافخارستي. احنا في سر الافخارستي في القداس بنعمل عمل بسيط جدا، ان احنا بناخد من خير الارض نحطه في ايد المسيح ونقول له عبارة كلكم حافظينها، نقدم لك قرابينك من الذي ايه لك حاجتك، حاجتك وبنديها لك. طب بتدهاني ليه؟ بديها لك يا ربي اعترافا مني بانها حاجتك، عشان كده بقدمها لك على المذبح بتاعك، واعترافا مني ان الحاجه في ايدك هيبقى ليها قدسيه خاصه وبركه خاصه.
فربنا يقول انا فرحان بالهدية بتاعتكم، وطالما انتوا اديتوني هدية انا كمان هديكم هدية. طب ايه الهدية بتاعتك؟ يقول مش انتوا اديتوني قربانة وأبركة انا فرحان بيها قوي، شفتوا بقى الجنتلة؟ مش زي الواد لو قال لابوه ايده انت بتسترخص. عمركم سمعتوا ان ربنا لما حطينا له قربانة على المذبح قال ايه ده انتوا بتسترخصوا؟ ايه القربانة دي تسوي ايه يعني؟ ولا حاجة، هيجي تعيش. نحطه على المذبح ربنا يقول الله هدية جميلة مستنيها من زمان. بس في المقابل يعمل ايه؟ يقول وانا هديكم هدية من عندي، خليكم معايا، هديكم هدية من عندي تناسب مكانتي وقيمتي. مش انتوا اديتوني خبز وخمر بسطة جدا؟ انا هديكم جسدي ودمي. خلي بالكم يا شباب ايهما اغلى، الخبز والخمر ولا الجسد والدم؟ يعني نضرب تمن القربانة في كام عشان تجيب لنا جسد المسيح؟ في كام كده؟ مليون؟ كتير عليها مليون؟ كتير؟ لا مش مليون، ما يتقارنش. نحن عندنا بر القربان يبقى عنده قفة مليانة قربان، لكن القربانة على المذبح دي غالية جدا، صح؟ هدية ربنا للإنسان لا تقدر بمال. ده في الوصية اللي بيقولوها للكاهن وهو أول مرة بيستلم القداس، يقولوا له الحرص، كل الحرص على توزيع الأسرار المقدسة. ليه؟ لأن العالم كله لا يساوي مثقال ذرة من الجسد ده. خير التعبير، العالم كله موجودة في الوصية بتاعت الكاهن، العالم كله لا يساوي مثقال ذرة من الجسد اللي قدامك ومن الدم اللي في الكاس، لأن ده جسد الله ودم الله. احنا في القداس بنعمل حفل التبادل هدايا، احنا بنقدم له خبز وخمر وهو بيقدم لنا جسده ودمه. هو بيفرح قوي بالهدية بتاعتنا، يا ترى احنا بنفرح بهديته؟ انتوا عارفين علامة الفرح بالهدية ايه؟ قايل لكم في الاول ان نستخدمها، ان نستخدمها. يعني واحد مثلا قابلني وقال لي ممكن تقبل مني الصليب ده؟ اقول الله صليب جميل جدا، جميل جدا. وخدت الصليب اللي كان معايا في الاول وحطيته في جيبي او اديتهول، قلت له خد طب ده واديني ده. بعدين تلف الايام ويقابلني في الكنيسه لقيني ماسك ينشكح، صح؟ انت عرفت بقى ينشكح دي يعني؟ لكن لو لفت الايام ولاني ماسك صليب غيره ممكن يقول في نفسه ما هو استقلب الهدية بتاعتي وركنها او تلاقيه وزعها، يا عم بقى مش سائل فيا. لكن عندما يرى الصليب في ايدي فرحان. فكذلك ربنا في القداس يقول خذوا كلوا جسدي، في الناس تدخل وتاكل وفرحان، المسيح يفرح قوي. واحد بقى واقف في مكانه ماسكة فيس، عارفين ايه ماسكة فيس يعني؟ ولا هو هنا المسيح يقول كلوا جسدي، مش ناوي النهاردة. يعني مش ناوي النهاردة؟ يعني بكرة انا بنتناول، جاتش من يوم يعني، ما كل يوم المذبح. يا على الاستهانة والاستهتار. المسيح يقول يا اخي ده انا بقولك تعالى كل جسدي، ده انا افرح لما تاكل، اشرب من دمي. الناس اللي بيرفضوا التناول او مش مواظبين على التناول او مقصرين في التناول او مش مؤمنين بقيمة الجسد والدم يسببوا حزن جديد لقلب المسيح. لكن الثاني اللي هو بيشكر يدخل يقول له اشكرك يا رب ان انت اديتني النعمة العظيمة دي، جميلة جدا عطيتك، ويتناول وهو فرحان. عشان كده هتلاحظوا اثناء التناول بنقول الحان تسابيح فيها فرح، سبحوا الله في جميع قدسيه
ولما نقول بأوتار وأرغن بدفوف وصفوف بصنوك حسنة الصوت بصنوج التهليل كل نسمة فلتسبح اسم الرب، هيصة فرحانين ان احنا بناكل جسد الرب ونشرب دم. فالإفخارستيا رجعتني تاني للعلاقة اللي كانت بين الله وآدم قبل السقوط، مش كده وبس، وأحسن كمان. وعايز أقول لكم حاجة جميلة أوي، أحيانا تلاقوا في الأجزهانة علبة لبن بودرة للأطفال ويقول إن هو مضاف عليه فيتامين ألف وفيتامين دال مش عارف فيتامين به مركب مضاف عليه حاجات زي كده. ليه الدكتور وهو بيتابع الطفل يقول لها بصي هو كده صحته معقولة بس هو عنده احتياج ياخد فيتامين دال عشان ينمي العظم وفيتامين ألف، طب اعمل ايه يا دكتور؟ يقول لها بصي هكتب لك على اسم لبن رائع جدا لما بياخد منه مضاف عليه العناصر اللي هو محتاجها. فتروح الام تجيب اللبن وتعمل الرضع للطفل ياكل يشرب منها يتغذى، منها بيشرب لبن ومنها كمان بياخد العناصر اللي كانت ايه ناقصاه. بص المعنى ده جميل جدا في القداس، احنا عمالين نحكي على الاكل الطبيعي ان هو كان من ايد ربنا فيه بركة، من ايد الشيطان بقى فيه لعنة، رجع ربنا يرجعنا تاني ناكل من ايده زي معجزة اشباع الجموع، بس لما جه بقى في الافخارستي عمل حاجة زي حكاية الادوية دي، ان الاكل الطبيعي اللي هو الخبز والخمر حط عليهم جسده. طب ايه قيمة جسده؟ عندنا آية بتقول عن المسيح فيه كانت الحياة. طب في حد تاني في الدنيا فيه الحياة غير المسيح؟ بنقول له كمان عندك ينبوع الحياة، هو الوحيد المحيي. انا الدكتور الروحاني كشف عليا وقال لي انت مالك كده سايب نفسك ليه؟ اقول له فيا ايه؟ يقول لي عندك نقص في الحياة، في موت دخل جواك والموت هو عكس الحياة، الموت اللي دخل للعالم بحسد ابليس، ازاي تسيب نفسك تموت؟ اقول له طب الحقني يا دكتور اعمل ايه؟ يقول لي لازم تاخد الحياة. اخدها ازاي؟ يقول له في الاجزخان. فين الاجزخانة دي؟ يقول لي اسمها الكنيسة المرقسية، وتروح هناك هلاقيهم بيوزعوه مجانا خبز الحياة. اقول له طب ايه ده؟ يقول لي خبز عادي زي اللبن العادي بس مضاف عليه العناصر اللي انت محتاجها. طب انا محتاج ايه؟ محتاج الحياة. فالله اعطى الحياة جوه هذا الخبز فاصبح خبز حي ومحيي، واللي ياكل منه ينال ايه؟ الحياة. مش بس ترقينا وبقينا بناكل من ايد ربنا، ده كمان الاكل اللي مقدمه ربنا حط فيه حياة. عشان كده تسمعوا الكلمة اللي ابونا بيقولها في القداس، هذا هو الجسد الايه؟ نفسي حد يقول المحيي. يعني ايه محيي؟ يعني فيه حياة، والحياة اللي فيه تديني انا الحياة، واللي يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. ويقول السيد المسيح من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أقول له طب شكرا، لكن أنا شخصيا عارف إن في بديل، ما الدكاترة ممكن يكتبوا على رشدة روح للأجزخانة يقول لي ما فيش بس في بديل. طب يا رب أنا لقي بديل، في حاجات تانية ممكن تديني الحياة غيرك؟ يقول لي لا. في آية بقى في إنجيل يوحنا صح 6:53 يقول الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. مش ممكن،
مفيش طريقة تانية نوال الحياة الأبدية إلا بالمسيح من خلال سر الإفخارست. مش بس بناكل أكل مقدس نازل من السماء، ولكن مضاف عليه الحياة، والحياة اللي موجودة في الخبز المقدس اللي هو جسد المسيح مش حياة عادية، دي حياة أبدية. عارفين يعني ايه أبدية؟ يعني القيمة اللي فيها لا نهاية. الحياة العادية ممكن تنطفي، يا ما ناس بيبقى ماشي ويقع، ده لسه ربنا يحميكم جميعا. بيحكولي واحد شاب صغير متجوز وعنده طفل صغير قاعد بيلعب على الكمبيوتر، لقى عمل راسه كده فقعد يزغزغه بيفكره بيلعب معاه، ما ردش عليه، يحاول يعمل له كده ما بيردش عليه. جات مامته قوم بلاش هزار، شوف الوقت بيلعب معاك، قوم بلاش الهزار السخيف ده، لقيته مات. يعني حياة الإنسان دي فعلا نفخة. فأنا اللي واخدينه في الخبز المقدس مش حياة إنسان، ده حياة مين؟ حياة الله. عشان كده القيمة بتاعت الحياة التي في الإفخارستيا قيمة لا نهائية. نحن نتحد بالله وناخد حياته فينا. اسمعوا بولس الرسول يقول ايه، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. اقول له ازاي معلمنا بولس المسيح يحيا فيك؟ يقول لي اكلته في الافخارستي، المسيح يحيا فيا. انتوا عارفين يا شباب العلاقه بين حياتنا وحياه المسيح زي ايه؟ زي العلاقة بين الشمعة والشمس. أي طفل صغير ينفخ في الشمعة يطفيها، لكن لو تجمع كل البشر في لحظة واحدة، تخيلوا كده قلنا ساعة 2 الظهر بتوقيت جرينتش، كل البشر يطلعوا فوق السطوح ومرة واحدة ننفخ في الشمس، تنفخوا من هنا للسنة الجاية ولا حاجة تحصل. عرفت يعني ايه حياة ابدية؟ ما تنطفيش. حياتي انا شمعة وحياة المسيح شمس. الشمعة دي انطفت يوم ما اتعمدت، مدفونين معه في المعمودية، مش عايزها. احيا لا انا، لكن هاخد فيا حياة جديدة هي حياة الله. مين يقدر يموتني؟ ليس موت لعبيدك بل هو ايه؟ انتقال. انت عارفين ليه انتقال؟ لان احنا نحيا حياة الله مش حياتنا الخاص. خدناها ازاي؟ في الافخارستي المسيح حط جوه القربانة حياته. واذا كنت انا مصدق ان شركة الادوية تحط فيتامينات على اللبن واخده بالايمان ان هو فعلا فيه فيتامينات، فبالاولى كثيرا اصدق المسيح اللي حط في القربانة جسده. اللي بيشرب اللبن يحس انه طعمه لبن بس هو كمان فيه فيتامينات، واللي بياكل الجسد يحس انه طعمه خبز بس هو فيه ايه؟ جسد. مش ده اللي بيحصل؟ واللي يشرب الأبركة الدم عمره ما يحس بطعم الدم لكن يشعر بطعم الأبركة، بس هو جواها ايه؟ دم المسيح الحقيقي. وقص على هذا كل انواع الادويه. في واحد ياخد قرص حديد شكله من بره شكله زي قرص الاسبرين زي النوفالجين، قرص عادي لونه ابيض، ده انا لو حطيت 50 نوع من الاقراص جنب بعضيها مش هفرق ده بين ده وده وده، لو الادويه اتلخبطت مع بعضيها هنرميها، ما كانش جوه علبته عشان اعرف ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه وده بتاع ايه، هيضرني. فلو حطينا كده الأقراص جنب بعضيها مش عارف ده فيه حديد ولا مفهوش، إلا لما الشركة تقولي ده بتاع الحديد. عشان كده لما حط القربان جنب بعضه كل شكل بعضه، بس كنيسة قلتي ده جسد المسيح، أخذ منه وأنا متأكد 100% أنه جسد حقيقي. هذا هو بالحقيقة أمين، نؤمن أن ده جسد حقيقي ودم حقيقي. الله أعطاه للإنسان أعظم هدية، به نتحد بالله ونحيا إلى الأبد. هختم بقراية
من إنجيل يوحنا إصحاح 6. القراية دي عبارة عن حبة آيات متنطورة. المسيح بيقول خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. خبز نازل من السماء يعطي حياة. مش دي ماشية مع الشرح بتاع الدواء اللي فيه حياة؟ قال لهم انا هو خبز الحياة. بعد ما قال لهم خبز الله اللي نازل قالوا له طب فين هو؟ قال لهم انا هو خبز الحياة. طب نعمل ايه؟ قال لهم انا هو خبز الحياة، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. ابتدى اليهود اللي بيسمعوا الكلام دوت قالوا إزاي يقدر يدينا جسده لنأكل؟ أكيد بيتكلم بطريقة رمزية معنوية فيها تذكار وفيها رمز وفيها مثال. قال لهم لا، الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيم في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباؤكم المن وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.